مبطلات الصلاة، يعني أشياء تجعل الصلاة باطلة لابد نحذر منها. أو شتاني كنيش بطال وبوتشل دكانوا بويا بيستا ورياي بينو أقداري بين يتكلم متعمد بقصديق سبكة عالما تحريم الكلام في الصلاة بزاني كقصة كردن لنيش دا حرامة ذاكرا لا ناسيا لبيري شتي نك لبيري شو بيتوا الثاني يتحرك حركة كثيرة دوام بجوليك يزور بجوليتوا متوالية متتابعة لدوايك عرفا تنظر إليه تظن غير مصلي وكو عرفه عادات أويا كسيدي بكي قمانة أويا كامن يجناك بغير حاجة لا يحتاج لهذه الحركة يتش بيستي بو جولانا ونيا الالتفات الكثير عن القبلة أوردانويك يزور للروبا روبونوي قبلة الضحك بيكانين الأكل خواردن الشرب خواردنوا انكشاف العورة كشف بوني عورات خاصة في من يصلي في البنطال بتعبتي أو كسيك لبنتوران يجدك عندما يركع ويسجد لو انكشفت العورة الصلاة باطلة كاتي الركوع دبا يعني سجد دبا أجر عورتي كشف أو نيشك بطل قبل أن تدخل في الصلاة لابد أن تتحقق أن العورة لا تنكشف في الصلاة خاصة في الركوع والسجود بيويسا بيش أوي بتشي تناو نيشك ويدلني أبيد لويكا لكاتي سجدو الركوع دا هيش عورتك بدرناك بيت. الأخير من مبطلات الصلاة انتقاض الطهارة آخر دنك لبوتش الكروكاني نيش دزنيش كاندنا تنتقض الطهارة بماذا؟ دزنيش دشكي بتشتك خرج منه ريح بونيك اللي درشي ماذا يصنع؟ شدكات يمشي مباشرة يخرج يتوضأ ويرجع براسه خوي درشي لنيشك ودروها دزنيش لقريد وجاري در